أصدرت مصر والصين بيانا مشتركا عقب قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين. أشاد البيان بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك في أعقاب تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في عام 2014. وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فقد أعلن الرئيسان عن تدشين عام الشراكة المصرية الصينية. كما ثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمسة المقبلة في يناير من عام 2024، وثمن الجانبان الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا السياسية للطرف الآخر، حيث ساندت مصر والصين بعضهما البعض للدفاع عن المبادئ المشتركة والمصالح الجوهرية. وأكد الرئيسان أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع مبادرة الحزام والطريق. وثمن الرئيسان التعاون المثمر بين مصر والصين في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، ورحبا بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى في الرياض.